قريبة للحسيمة، ولكن حتى للدار البيضاء باش نقطعوا جغرافية المغرب أفقيا من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر إلى المحيط الأطلسي، هذا راه استهتار حتى بالقيم الإنسانية. ما خصهمش يديروا لنا هكا، ما خصهمش. أنا كانت عندي واردة هذا القضية ديال الاعتقال ولا شي حاجة أخرى، كانت عندي واردة، ولكن في الحسيمة في مدينتي نخرج من هنا ندوز 100 متر وغادي نلقى المعتقل. ولكن أنا نمشي حتى للدار البيضاء، يعني أخلاقيا منطقيا حتى شرعا، حتى شرعا زعما حشومة، علاش كيعدوا فينا لهذ الدرجة؟ ما ذنب العائلات؟ ما ذنب العائلات؟ وما ذنبهم حتى هما حتى المعتقلين ما ذنبهم؟ فقط خرج للشارع قال لك انا بغيت مستشفى فين تعالج، وبغيت جامعه فين نقرا، وبغيت معمل فين نشتغل، فتعتقلوا تعذبوا ترسلوا الراس. هاد الناس هادو خصهم يغيروا شويه من المفاهيم. كاينه شي مساعده من شي جهه سواء جمعيات مساعده قضية الزيارة؟ كاين شي حاجة وقت اللي كنسمع أنا، كاين شي حاجة من المجلس الوطني، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أعتقد كيبادر بشي حاجة فيما يخص النقل والتنقل، فيما يخص بعض الوجبات تما الغذائية اللي كتمنح لهم في أثناء الأخر أثناء فترة الغذاء الغذاء. الشيء اللي انا ما عمري تلقيت شي حاجه منهم، انا اللي يعني ما عمرني، غير كتكون بعض المسائل بعض المرات، مثلا كيكون عندي ولد هما يسمحوا لنا الثلاثه من الاقارب ديالو يدخلوا. بعض المرات واحد المره ماشي كان ولد اخر التحق بنا، فالتمست منهم استعطفتهم باش يدخلوا ليا على اساس نمشي يزور خوه، نمشيو اربعه بينا. هاد الاربعه هذا بعد اللي فات فقط هادشي اللي شفت انا، ولكن المساعده انا كنهضر على نفسي، ما انا دائما كنقولها ما كنهضر حتى على شي واحد، يعني كنهضر على نفسي. وما العائلات الاخرى تقدر تسولهم، يمكن هما يعطيوك شي حاجه واش كيستافدوا، واش كيتلقاو شي مساعدات ماديه مثلا. بالنسبه للمعامله ديال الموظفين داخل السجن وكاش معكم؟ لا زوينه، والله لا زوينه، يعني الموظفين لا الموظفين ديال السجن في السجن المحلي للدار البيضاء، لا انا ما عمري زعما تعرضت لشي مضايقه ولا لشي كذا، وما كيخدموا شغلهم. حتى يعني اخلاقيا زعما كيديروا معنا شويه ديال ما عرفتش واش بتعليمات او من طرفهم هم، يعني قناعات ذاتيه ما عرفتش. واش فعلا الناصر كيتعامل معامله خاصه داخل السجن وكاش؟ ما معنى معامله خاصه؟ واش هو وزير؟ راه الوزراء اللي كانوا تتقبطوا شي مرات كانوا عندهم معاملات. انا صير بسيط بحال اللي قلت لك قبيل، مواطن بسيط وابنه مواطن بسيط، فهو لان هو كاين في الزنزانه انفراديه، والانسان اللي غادي يعيش في الزنزانه. هو البارح دار لي التليفون قال لي راه زادوا لي شهرين، يعني داروا له التمديد لمده شهرين اخرى. عن اي امتياز غادي نتكلموا، وعن اي معامله خاصه غادي نتكلموا؟ راه سجن سجن، حتى الفندق ديال 5 نجوم ولا درتي له حائط هكذا راه يعتبر سجن. دابا هو مده شهرين هو في زنزانه انفراديه. علاش زنزانه انفراديه؟ علاش؟ اشنو دار هذا السيد هذا باش يديروا له بحال اللي داروا لعبد الله اوجلان؟
انفرادي لا يحق له الالتقاء بالإخوة ديالو اللي مشاو من هنا من 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 الحسيمة وهما ما عندهمش الحق يديروا معه يعني هادشي هذا العفو. فأنا اللي الطلب ديالي اللي عندي نقدر نرفعه كملتمس لهاد المسؤولين هادو أنه يديروه مع خوته، ولكن باش يبقى هكذا هذا راه أقسى أنواع التعذيب النفسي اللي كيتمارس في حقه. ما عرفتش أنا منين جا القرار، القرار ما عرفتش منين جا، ما نقدرش نأكد منين جا القرار، ولكن هو كيعيش في زنزانة انفرادية ما نعرف. عودة إلى الفيديو المسرب، واش فعلا ناصر كان مخطر عملية السؤال ديالك؟ لا لا أنا ما سولتوش، ما عمرني سولت، قلت له يا ودي واش أنت كنت مخدر أثناء التصوير، ولكن أثناء التصوير في الحقيقة في بحال اللي قلت لك قبيل في قوة المنطق والقانون هاد الناس هادو راه خصهم المتابعة، لأن السيد راه معتقل وصوروه على الاقل يحتفظوا بالتصوير مش يسربوه، لان شكون اللي غادي يسربوه؟ يسربوا اللي صوروه، اللي صوروه فين فين تصور؟ هو كيقول لي عند الفرقه الوطنيه. لا ما اللي كيقول هو ما نعرفه، ولكن هاد الناس هادو اللي صوروه بهذه الطريقه هذه وسربوه ف زعما كان من الأجدر بهم أخلاقيين ما كانوش يسربوه، شو ما عار ما عار. ولكن رغم ذلك أنا منين دخلت عنده بعد فهدرت له على الفيديو وكذا قال لي أنا لا أقيم له وزنه، يسربوه ولا يخليوه ولا كذا، وبالفعل هكذا كان يعني ما عندوش تأثير مثلا تبخيسي ولا احتقاري ولا كذا، ما عندوش. السيد بقى في الاخر ديالو. شنو المطلب الاساسي حاليا؟ المطلب الاساسي حاليا هو اطلاق سراح هؤلاء، ما كنهضرش على نصيب واحد، لا في هذه غادي نهضر على الجميع، يعني إطلاق سراح هؤلاء وإيجاد لهم أماكن شغل وعمل، وإيجاد لهم أماكن للعلاج، وإيجاد لهم أماكن للتعليم، وسيكون هؤلاء يستحقون منا التقدير والتبجيل، وسنرفع لهم القبعة إن استجابوا لما قلته الآن، ولكن دون ذلك المسائل